السلام عليكم الدراري، صافا عليكم، كلشي مزيان؟ معكم لطفي بن سعيد، فيديو جديد ورياكشن اليوم على واحد الشعار ديال الوداد، اغنيه حطات يمكن البارح، نور في الظلام، وينرز 2005، 8 ماي. غندخلوا تسمعوا هذا الديسك هذا ونشوفوا البلان كيفاش غادي يكون. غتكون شي حاجه زوينه، غتكون شي حاجه تقدر تكون شي حاجه ناضيه. المهم، كنتي اول مره كتشوفنا مرحبا بك، متنساش واحد لايك وسبسكرايب، كليك على ديك ابوني وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. خلي كومونتير عشيري، الا كنا كنبانو لك خصنا الدعم، دعمنا اخويا بديك لايك ديالك، كومونتير زويون دوز عندنا انستغرام. يا هادي بالله فولو. غندخلو دابا نتمزكو التراك ديال وينرز 2005، 8 ماي، النار في الظلمه. يلا تحيه لكم كبيره كبيره كلكم اخوتي مغاربه واخوتنا الجزائريين والعالم كامل اخوتي. يلا مشينا الرياكشن. الوطنية كانت موجودة في كل حاجة، مثلا في الرياضة. أنا من الأمورات اللي تنعقل كنا مع هذا الصوت هذا اللي سمعتوه، شباكم في شي صوت ياك؟ خلوا لي في الكومنتير ليه ما شباكم هذا الصوت هذا. صون فور سو غيكون نفس الحاجة اللي جاتني في بالي، انتوما تجيكم في بالكم اكتبوا في لي كومنتير. سمعوا الصوت مزيان وشوفوا لي ما كيشبه. بخصوص واحد العائله ديال بن جلون في الدار البيضاء، لانهم لا زال الحاج محمد اللي كان هو في النادي ديال الوداد ديال الوقت، ذاك الوقت حيث كنا تنطلعوا للكره. حنا عندنا 8 سنين 9 سنين 10 سنين 12 عام، ماشي غير باش نتفرجوا في الكره، كان درس ديال الوطنيه، لا من طرف الجمهور اللي كيتفرج ولا من طرف اللاعبين اللي كانوا في الاستاد اللي بنسولتين لعبوا في المستشفى. الحمراء كتكون لعبة عندي العيد. فاش كتكون لعبة الوداد كتلقى البيبليكو ديالهم كيسهر الليل كامل ونهار على نهار ونهار على نهار، ماشي قادو في التيفوات وفي الشعارات و كاع اللعيبات كيقادوهم باش نهار الماتش يكون عندهم واحد العيد، واحد نهار سبيسيال، كلشي فرحان، كلشي عاجبو الحال وكيتسناو نتيجة زوينة من الفريق ديالهم، وخصوصا اللي ربحت الفرقات يكون عندهم عيد كبير بزاف بزاف، وكيفرحوا الناس اللي هونديكابي، كيفرحوا الناس الكبار، كيفرحوا الدراري الصغار، كيفرحوا البنات، العيالات، الوداديات. هذا اي جمهور تيكون ديال شي فريق تيبغي الفريق ديالو يربح، فاش كيربح تيكون عنده صراحه عيد، كلشي تيكون بحال ملي تيربح المنتخب ديالنا حنايا تنشطو تنفرحو، العالم كامل تيخرج كيفرح وكيزد الدرابو ديال المغرب. جي على سطور يلي نفتخر بيك، وإن كنت راني وراك مسبور بيك، شوف أنا فرح وداد الأمة فاش الأمة تخليني مرتاح، داوي الجراح كي النور في الظلمة فراس القمة جامد طيح الجاح. بالنسبه للناس اللي هونديكابي صراحه شان خاصهم يديروا لهم شي باب رئيسي ديالهم باش يوليو يدخلوا منه. ما عرفتش واش في تيرانه المغرب دايرين لهم بيبان رئيسيين باش يدخلوا منهم الناس اللي هونديكابي، ما يبقاش يتزاحموا مع الناس اللي عاديين. وكيف ما كتعرفوا حتى واحد ما كامل، الكمال لله، راه بحال هونديكابي بحال انسان عادي. خاصهم يديروا لهم باب واحد لانهم تيتكرفصوا كيتكرفصوا في الدخله، خصوصا كاين شي تيرانات كيدخل مع بنادم الزحام والدفيع، وكاين اللي عندهم مسكين كروسه، كاين اللي مسكين ما كيقدرش يزيد، كاين اللي خاصو يديروا معاهم شي حل. المهم كنتمنى يكونوا شي تيرانات فيهم هاد الباب ديال الناس ديال هونديكابي، ونتمنى يوليو طاكسيات ديال الناس ديال هونديكابي
القهاوي تما داروا لهم طلعات ديالنا ديرون دي كابي، راه مقصيين من بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال اللعيباش. كتلقى واحد بغى يمشي قهوه مسكين عند الكروسه، ولكن القهوه فيها الدروج واللعيباش ما كيقدرش يطلع، فهمتي؟ صعيبه بزاف بزاف. المهم راه كاينين شي ناس كيفكروا في هاد اللعيباش هادو، وكاينين واحد الناس ما تيفكروش، كيفكروا غيدخلوا العاقه واللعيباش، وما كيفكروش يديروا لواحد الناس تا هما يا فين يتمشوا ويعيشوا، فهمتي؟ وتا هما يضيفوا لها. نكملوا اخوتي البلان. وواحد اللعيبه ثاني اخرى لاحظت واحد التوشيات، لانه كنشوفوا الشعارات ديال الرجاء كيتشهروا اكثر وكيبانوا اكثر على الشعارات تاع الوداد. واش يبان لكم نتوما كاين هاد اللعيبه ولا ما كايناش؟ كتبوا لي في لي كومونتير اخوتي، شنو هو في كاين، في كاين فهمتيني، في كاين الوصفه السحريه، واش في الكتابه وفاش ما عرفتش. اكتبوا لي يا اخوتي لتحت في لي كومونتير كيفاش هاد البلان هذا. ولا قلت كف بكرسي شيار اكسجين اللي نعيشو بيه، يا خديتي قلبي وعقلي سكنتي فيه، يا داز سنين لا في مرة عينا ولا ملينا معاك اليوم يا فائزي، ونقولوا ديما انتي يا القيمة بغوك الملايين. قال لي غنقولوا رحنا ما داخلينش التيران الا ما علقتوش لنا الضرب في باروكا. اش قال له هذاك الوالد؟ لعبوا فوارن 1950، قال لهم حنا ما داخلينش التيران الا ما تعلقش الدرابو ديال المغرب، الا ما تعلقش التيران ما ندخلوش اللعبه الوطنيه، حيت هما ديجا كانوا فهمتيني تيديروا الدروس على الوطنيه في التيران، فاش كيكون شي ماتش لعيبات يكون درس، ماشي غير ماتش، درس في الوطنيه. سي نورمال تدخل نتايا للتيران دوله اخرى، خاص ضروري يكون العالم ديالك حتى هو محطوط من الاخر، كان البيض كحال ديك الوقيته. سي بون تردوا، عيط على دوك لي ديريجون ديال الكلوب اللي غادي يلعبوا معاه، وعيط على لي ريسبونسابل دو تيران وداك الشيء، قال لهم هاد الناس راه ما قال لك خصم الرايه ديال المغرب طلع غادي يلعبوا. قال لي صافي، هما جابوا الضرب، هما حنا في البيسيال. قال لي اسمع خوان، عجباتني هاد اللعيبه هادي، والله الا عجباتني، فهمتيني؟ فاش دوهم لي ريسبونسابل والناس ديال الكلوب قال لهم خاص ضروري الدرابو ديال المغرب يتعلق في التيران، وصافي هي نجيب لكم ترابو. هي مرحبا، بلان واعر زوين. العرب ديال المسلمين كاين اللي كيطيح من التريبيون للارض، كاين اللي كيمشي يجيب الغرز، كاين كلش كاين اللي وكيغوص. 1937 سنة تأسيس فريق الوداد البيضاوي. الروح خوشي، وصلنا للنهايه ديال هذا الرياكشن على الشعار ديال الوداد النور في الظلمه. نتمنى خوتي تعجبكم لا رياكسيون ديالي، نتمنى اي واحد شاف هذا الفيديو هذا ما ينساش وما يعاونناش بالاشتراك ديالو ويخلي كومونتير ويدوز على الانستغرام. مرحبا والف مرحبا. المهم تشوفوا فيديو جديد ورياكشن جديده، وقولوا لي نوع الفيديوهات اللي بغيتوا تشوفوا في لاشين ديالي، خلوا لي في لي كومونتير. يلا نشوفوا فيديو جديد، تهلاو في رياضكم.